لكم واحد القضيه. اولا السجل الوطني الا كانت جيتنا الان يمكن نكونوا في 66% من الهدف. السجل الوطني تجاوزنا 132% في لي تسجيل الاولي ديال السينسيس و 182% اللي تفاليداو تصدقت عليهم السينسيس. لكن كاين بعض الجي بعض الاقاليم بحال ملي كنتكلموا على فاس، فاس احنا في 128%، ملي كنديروا موديليه جوده فاس عندنا 120%، وهذاك الشيء كاين تفاوتات حسب الطبيعه الجغرافيه. ملي كنتكلموا على تساونات تازا كاين التشوك الجغرافي طيح لهذا. لكن هذا برنامج ديال سيدنا الله يسوع، وما ثبت ان سيدنا جاب شي حاجه وكان فيها الظلم او كان فيها لمس برا عادل، بل سيدنا الله يسوع بغى العداله الاجتماعيه، بغى جميع الفئات ديال المجتمع تكون سواسيه امام في الحقوق، منها فئات المعتقدين. فهذه المشاكل القائمه نعالجها يوميا، السيد الرئيس والوزاره والاجتماعات واللقاءات، ويمكن بعد النوبات كنصور صناعيين كنوليو تاعنا بحال احنا صناعيه، كنديرو كاسكيطه صناعيه في الاجتماعات، لاننا نحس بمعاناه الصناع وتنقولوا الصدق، لان اللي خلق لنا المشكل هو احنا خدامين في واحد الاتجاه جا رميد، قالوا رميد الناس ما فهمت شيء، ولاو الناس باغيين يشطبوا، التشطيب ماشي في مصلحه البرنامج، خصو يكون وفق برنامج محكم. لكن ملي كيجي شي واحد عنده مرض مزمن او عنده الكونسير او عنده كذا، فكلنا كنجندوا من اجل حل ذاك الاشكاليه، ولكن ماشي شي واحد شقلو هذه 15 يوم جاي ياخذ الشهاده وشقلو الان يشطب على راسو يجي يضيع لنا الوقت، هادشي ما يمكنش. ثانيا او شي واحد وطحنا في هذه الحاله ما عنده علاقه بالصناعه التقليديه وخدا شهاده باش يدير له التخفيض في الطوموبيله، ونعرفوه القانون عطينا في القانون راه كاين بون ديال المتابعه القضائيه، ويمكن تفعل شي وقت نطلبوا منها، ولكن مابقاش منها اليوم، خصنا المصداقيه. هذه المعاناه نعانيوها كاملين. انا كنشكر سيدي محمد بوركيزه، هذه الفئه المشكل ما تروحش عندهم، عندهم اللي مشجعين جوج نوبات كنحلوا المشكل، المشكل مطروح عند لي ترافاي ونو سالاري يعني غير الاجراء. واللي الاخوان مشكورين اللي كنتكلم مع سيدي ابراهيم على الساب الوالد وعلى سيج قناوة والسي محسن والاخوان، كل واحد من الاعضاء ساهم بواحد الشكل مستفيض في تشجيع الصناع. وانا كنقول ان المشاكل كلها سوف تعالج، واتمين القضيه ديال واحد الدوره تكون خاصه بالموضوع بحضور المسؤولين المركزيين باش يمكننا نعالجوا هذه النقطه. غادي نقول لكم واحد المؤشر الان كنتكلموا هو هادشي ديال كوفيد وهادشي ديال الغلاء، هادي النقطة المهمة اللي خصنا نمشيو بها باش نلقاو الأسئلة والحلول. إن الصانع التقليدي اليوم راه وصلوا لدرجة أن راه كنعرفو الصناع باعوا الآليات ديالهم باش خدامين، سدوا المحلات ديالهم وبزاف ديال الأمور، ودرنا عدة أسئلة في البرلمان، وإن شاء الله خصنا نجتهدوا باش نشوفوا شي إعانة لهاد السلوك. وبالنسبه للتسجيل الاخوان فعلا رميد عاون، ولكن اللي حتى بعض الاعضاء فينا راه عاونوا بزاف، راه كانوا ايامات الانتخابات، راه كان الشخص كيشد لائحه وبدا يسجل مرتدى وبنتدى والعسكري والمحامي وفلان وفلان وفلان، وبقاو لكم تماك في راسكم، راه هما المشاكل اليوم اللي كاينين. واش بغيتو تهضروا بالعقوش؟ ما بقاوش نتخباو. العضو كان فينا كيشد واحد اللائحه ديال الزرقاء ولا جوج ولا حومه ولا هذا كيسجل راجل ما عرفوش. اليوم حصل تيقول له اخويا شكون اللي سجلني؟ شكون اللي سجل مراتي؟ شكون اللي دا؟ شكون اللي دا؟ حنا اللي درنا المشاكل، ها المشاكل كتخططوا فيها. صافي؟ اليوم والدولة راه عارفة كل شيء. اليوم راه حتى واحد ما يبقى. اللي صانع راه غتبقى عنده البطاقة. واللي ماشي صانع راه ما تبقاش عنده. واللي مسجل 10 د الخطرات ماشي ثلاثة راه غتبقى عنده غير وحدة. راه غير كيستيون ديال الوقت، الوقت. اما راه غادي تولي بطاقه في الانترنت، الا طلعت سميتك هنا راه ما طلعش هنا وهنا، راه غيتهناو بلا ما راه الا طلعت في جهه ما طلعش في جهه. وكاع هاد المشاريع ديال سيدنا الله ينصرو راه كلهم كياخذوا وقت، كيبداو هكا هكا وهكا وغاديين يمكن يتقادوا، ولكن في الاخر كلشي كيتنظم وكلشي كيتقاد وكلشي راه هكا بدات الضريبه النمره لا باتون ديال لي سيور، كلشي دابا فاكتوره ما كتزقلش، ماشي عاد صانع، راه اي واحد غيتقاد وكلشي، راه غير حنا خصنا نحاولوا نتنظموا، وراه السبب ديال هاد المشاكل راهو ما حنا.
باش ما نضربوا الشمس بالغربال كما قال. هذه النقطه الاخرى. النقطه الثانيه، سمعنا بزاف ديال التدخلات وفي الحقيقه تدخلات مهمه، ولكن شكون اللي غادي يشد المشعل ديال هذه؟ وهي اللجنه اللي هضر عليها السيد الرئيس وتكلف بها الحاج محمد. هذه اللجنه اللي انا كنطلب منها اي حاجه خاصه بالغرفه ولا خاصه بالقوانين ولا خاصه بالملتمسات، انا اللي كنطلبكم ابتداء من نهار الاثنين. نهار الاثنين غادي يبداو اللجان عندنا في المستشفى. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. شكرا فاس نيوز على التتبع ديال الدوره ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه. معكم بوجيده فاضل، مستشار ديال الصناعه جهه فاس، الغرفه ديال الصناعه التقليديه جهه فاس مكناس. بخصوص المقترحات ديالنا في القانون الاساسي ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه لجهه فاس مكناس، كما كتعرفوا ان القانون الاساسي ديال الغرف اصبح مفروغ من المحتوى ديالو، وبالتالي كان عندنا واحد الاقتراحات انه لما لا تكون التمثيليه ديال الغرفه في على صعيد مجلس الجهه والمجلس الاقليمي وحتى في الجامعات، لان كاين الصناعه التقليديين، لان بعض البرامج اللي كتكون في الجهه كاع ما كنكونوا حاضرين فيها باش نعطيو الدلو ديالنا. ولهذا بغينا واحد المقترحات وواحد القانون الاساسي اللي كيمكن له انه يكون في المستوى ديال التطلعات ديال الصناع التقليديين. كذلك كنطلبوا بعده امور باش يكون المستشار عنده الدور ديالو الاساسي باش يلعب في الدور، لان حنا بدون ما عندنا حتى شي، عندنا دور استشاري، وبالتالي ما يمكنناش انه نبقاو في هذا الاطار هذا في هذا الباب. خصنا ضروري نكون عندنا اقتراحات وعندنا قانونيه اللي يمكننا ان ندافعوا عليها باش نرفعوا المستوى ديال قطاع الصناعه والصناعه التقليديين. كذلك فيما يخص كنطلبوا انه يكون صندوق خاص على غرار صندوق الفلاحه والعالم القروي، يكون صندوق ديال الصناعه التقليديه للتمويل ديالو والدعم ديالو للصناعه التقليديين، ان هناك عده برامج اللي كتكون ولكن لا يستفيدون منها الصناعه التقليديين. وعلى سبيل المثال اوراش وفرصه وانطلاقه، هاد الصناعه التقليديين اللي كيكونوا ذوي الدخل المحدود والصغار لا يستفيدون من هذه البرامج. وبالتالي كنطلبوا انه من الدوله تنشا واحد الصندوق خاص لدعم وتمويل قطاع الصناعه التقليديه، خصوصا انه الصناعه التقليديين في امس الحاجه من بعد جائحه كورونا في التمويل وداك الشيء، لانه خصوصا انه باش تكون واحد التنميه مباشره ومطابقه مع المشروع الملكي اللي جا حفظه الله ديال السجل الوطني للصناعه التقليديه، واللي غادي اللي الصناعه التقليديين باين عليه واحد الامل كثيره، انه ضروري يكون واحد الدعم ومتابعه والتكوين والاستمراريه مع الصناعه التقليديه. وشكرا.